كتير السلاح. أنا عندي سؤال يا هل السلاح اللي احنا كما يعني لديه ما احنا نعم فعال على من لا يستخدم الأقنعة باللحظة كما نتصوره نحن المدنيون أو المدنيين. يعني يبيد بالآلاف؟ نعم يبيد بالآلاف. يبيد بالآلاف ويخليهم لا يشربون ولا يأكلون ولا آلاف من الأكل الموجود ولا يبدن عليهم أن يغادرون المدينة يعني لفترة من الزمن إلى أن يجري تطهيرها كاملة. كل شيء لا يقدر ينام بفراش ولا يقدر ياكل ولا يقدر يشرب ولا ابدا ولا ابدا. عمايري يطلعون. مصاليح. انا عندي ملاحظه على هذه ملاحظه على كل الشيء اللي تفضلنا عليه. بس بالنسبه للاسلحه الكيميائيه او السلاح الكيميائي فانا رايي ما يمكن نقتصد بالجبهة لأنه بالجبهة محتمل بعض الضربات ما تأخذ مدى المفعول للسلاح أو المدى الفاعل للسلاح اللي نصور اللي قال عليه الدكتور شعلون بسبب